موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم. من الصفر للحلقه العاشره، الحلقه هذه بتكون سبيشل شوي، بس ما ادري ايش سبيشل فيها، يعني ما انا رقم 10 ومفروض اني اخليها ساعه، بس ما اقدر اخليها ساعه. العب اوكي ساعتين ثلاث ساعات اصور ما عندي مشكله، لكن اخلي المقطع ساعه ما اقدر. ما ان نزلت في الفورد غير الفورد اللي نزلت قبل ترى، اوكي؟ هذه فورد خاصه في روكت ليج، يعني حاطين روكت بوست وحاطين حركات وبركات ونفس سياره، اوكي، بس انا اقصد كباكج زي كذا. بوت والله ذا رهيب، اقسم بالله رهيب، 3D ما ادري شنو جاي. المهم لا تنسوا كود في اس ال، تب عندي بثلاث ايام بيروح، جدد من جديد 14 يوم. موقع روكت ليج اكسنج، رابط في الوصف، كريدت عنده وارخص من اللعبه. اشتر من روكت ليج اكسنج، راح تجي عندك هنا واشتري اللي تبي ارخص الاسعار. لو نخش على الكومب، يعني المره اللي راحت وقفنا على الشامبيون 1 ديفجن 1 وما تحركنا ولا حركه، قاعدين يعني نفوز نخسر ما في فائده. الفكره الحين ان نفوز كل الايام عشان تكون الحلقه العاشره سبيشال. يعني اوكي، اللي معي مع نيسان ملح كويس اني بلكتك يا اخوي. اوكي وين مستاجر مره؟ اوكي اشو 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 قاعد تجيب العيد مره. ذا طف البوست، قولك اما لا داعي طقه يا طيب. تصدمون خوينا ما تصدمونه مو مشكلتي. ان شاء الله هدف. يوه نايس شوت، الله العظيم نايس. شو طق هنا؟ لفيت ام الجير باللخمه، طقه قويه مره وهو اللخم. لكن خوينا المرصاد. طيب عطني جريت باس، عطني شيء ثانيه. ايوه نايس شوت كلوز. نايس، فجروا فجروا، اهم شيء الفوز، اهم شيء. عيني عيني يا اخوي، اسطوره. يو والله كانت قريبه شويه شويه. لا جربه ضيعها. وات ذا سيف، ايش في صده ذا؟ والله جد ايش فيه؟ ايش سالفه؟ وي جوت ذس، يقول وي جوت ذس اي بروميس، يعني نقدر نسويها ما عليك انا اوعدك. والله ما ادري هل يمكن يقلبونها. If you lose I give you my items، يقول اذا خسرنا بعطيك اغراضي كلها. هذول يتوعدون فينا. اوكي شو شو انه ما جت. طيب البوست اللي عندي ليش تاخذه يا خوي؟ سؤال. هذول لعبهم غريب جدا والله العظيم، لعبهم غريب ما ادري ايش قاعد يسوون. ما ادري شو يا الهدف، ان شاء الله هدف. نايس شوت والله نايس شوت. هذا قاعد يقلب عليه عشان سجل في مرماه وقال ما عليك كنا بنفوز عليهم، فهذا يقلب عليه. ما ادري شلون اشرح لكم، بس كل واحد قاعد يقلب على الثاني. طفش الجيم ذا خلاص، خربوها خربوها، كل واحد قاعد يقلب على الثاني خربوها والله. لا تكفى. اها امشي خلص اي شيء حتى لو ما معنا بوست. نايس شوت، ما توقعت بيخش علي ذي اللحظه. اعطاهم الكوره مره ذا. نايس شوت نايس شوت يا شيخ، الحمد لله اني بلكته. قولك قوي. اوكي شوت وات سيف. ها والله كذا والله كيف باك سالفة انت. عطاك نطة. ايش قاعد تسوي خوينا؟ ايش قاعد تسوي؟ ما جت. والله ملقوف خوينا، والله انه ملقوف. صح انه فزنا بالجيم بس كان ملقوف، كان يخش على كوري. اوكي خلنا ناخذ الاغراض هذه في باكج، خلنا نفتح الباكج. اشياء مجانيه نحبها يعني. يريرير اوكي والله بحطه، لون حلو والله. والله اللعب صعب اذا كنت تلعب باعدادات غير اعداداتك الرئيسيه. ليش مسوي ذا الشيء؟ عشان اشوف ايش الاعدادات الافضل، بس اني اتعود هنا واتعود هنا، ما ادري ايش الوضع. والله بنقي عالي مره 160، ليش؟ اخذ البوست سريع. خوينا ما ادري وين رايح صراحه، بس اوكي هدف. وات هيك تكفى. نايس شوت. اوه كلوز ون والله. بيصدها؟ انا مستقعد في حراسه. فار
يا الله لو مصدمني قالت شوت حلو والله قهر. نايس نايس ايم يا خوي ايم ايم شوي يا رب هدف. لا القهر اقسم بالله قهر شوت. ليه يا خوي نبربل اخذت البوست الاول اوكي بيطقها هنا سمعته جاي. نايس خوي نايس سيف معي بوست 30 فبروح والله في الزاويه بس ضعيفه مره قوي ممكن تشوت جا نايس يمين جريت باس والله ما ادري وين راح اللي خمس حسبته بالورمه صار مو موجود اصلا. ثلاث فوزات متتاليه كذا اوف يا ساتر بس والله اذا شيء جامد يو والله العظيم كل كليت بس قهر اوف 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 يا ساتر وش قاعد يصير. اوكي بشوت اعطاك نايس شوت والله العظيم نايس يس جيمين فورفت يا شباب جيمين فورفت الحمد لله يا رب الحمد لله. اللي بعده والله البينج زي ما قلت لكم عالي يا اخي مره. هذا البوست اللي هنا ناخذ هذا عشان ما ياخذونه تكفى. نايس شوت عيني عيني الضغط اللي من بدايه الجيم والله العظيم تفيك على بالي ما طقها او بالي طقها معليش ايوه هذا رجع بالسياره فجاه كذا يا عيني خوي اقسم بالله انك فزع مع بوس خوينا انك اب جي جي اوكي خلي يطير على كيفه والله حرام عليك يا خوي نايس شوت والله نايس يعني لو ما طق يا خوينا بطقها انا يعني يا خوي يا ساتر يا ساتر يا سيف اللي قبل شوي يا ساتر شوت حرام عليك الله يطير هدف 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 لو اوكي مو بهدف اشبه يا الله يا الله تقدر شوت نايس بعدها فورفت والله العظيم المفروض بعدها فورفت ما اتوقع اني انط النطه الثانيه هذه والله قيام جميله جدا الحمد لله جي جي والبليد كلين شيت يقول لك ما جاء عليك ولا هدف انا ما ودي انه يخرب في اخر جيم تكفون ان شاء الله ان شاء الله انه ما يخرب في اخر جيم لازم افوز لازم اشد حيلي حتى لو كان خوينا يعني مو بلعيب لازم اني اشد حيلي زي قبل شوي شوت كلوز 1 والله الله عطاها وايف داش مستعجل اقسم بالله ما له داعي امشي اوكي وات ما قلنا زي ما قلنا في بدايه الجيم اللي يصير يصير كيفه والله كان من جهه خوي انها اقرب يا اخي حرام نايس والله العظيم ما توقعت انه هدف صراحه بس بلوك اليم هذا راح البوست عشان ما اخذ انا لكن نزل الكوره لا 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 بينقش جي جي يعني عرفت لعب خوينا كيف بك يا خوي تكفى والله لك نايس شوت اضغط عليهم اضغط عليهم معك بوست ما معك اضغط شوف كيف خويك هل هو يتقدم ما يتقدم ايش فيني صار مسوي مدرب ثانيه كلوز 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 والله خوينا يجي منه وات سيف
نايس. مو بوقتها هذه الصدة، الله يسعدك. وات سيف، والله لعيب لعيب خوينا لعيب، يعني ما قصر في صدات هذه الاشياء. وات شلون طقها؟ نايس شوت يا عيني، شلون طقها؟ كنا شطفها راعي الدمونز. حتى في الإعادة واضح انه ما طقها، ما ادري شلون، ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش اقول. اوه صدها، او انه صدها من جوا ما ادري. خلنا نشوف العيادة. لا لا انا بلكته، حلو حلو، مع انه ما جت طقة ثانية لكن بلكته. الو لفت السيارة فجأة كذا، تكفى. لا 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 حرام حرام حرام، والله حرام. كلوز ون، امشي البوست اللي هنا اطلع. ما بنشب والله، زي ما قلت لكم ما معي بوست، بس شوفوا كيف ناسب لاهلهم. اوكي والله ابغى اجيبها، هو يعطني الله. يا نهاية جميلة جدا جدا جدا، كنترول جميل وجريت به ورحت هنا اوب، لقيت يسار يسار ورحت يمين. هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. حلقة 10 سبيشل، لا حد يقول مو سبيشل، فزنا كل الاقيام عدينا فيها الحمد لله. يعطيكم العافية على المشاهدة، ان شاء الله استمتعتوا. اكتبوا لي تحت الكومنتات وش تبون في الحلقة الجاية، يعني وش تبون نلعب سيارة وزي كذا. بس مع الخير، سلام.